يصارع حسين ابن بلدة جينة غرب حلب مرارة الحياة وحيدا داخل هذه المنشأة الصناعية بعد اعتقال والده من قبل قوات النظام قبل أعوام، ليغدو رغم صغر سنه معيلا لعائلته المكونة من 7 أفراد لا يملك ما يقدمه لها سوى ثمن الخبز، والذي قد لا يتمكن حتى من تأمينه إن استمر سعره بالتضاعف بهذا الشكل، فيما دخل حسين وكثيرين مثله ما يزال ثابتا لم يشهد أي ارتفاع. أنا حسين من قرية الجينة من ريف حلب الغربي، أنا معين إلى 7 أشخاص وأبي مأسور بأسجان النظام، وأنا بأخذ يومية بهذه المنشأة يومية 3000 ليرة سوري، و 3000 ليرة سوري ما بساوي شيء، يعني 2000 ليرة حق خبز ويعني والأخوات الصغار يعني حفوضات وحليب وهون هون ما بلحق شيء، يعني ربطة خبز أنا ما أقدر نجيبها، يعني إحنا هلا 7 أشخاص كنا من 4 ربطات خبز يعني حقاً 2000 ليرة. حسين وعائلته عينة من 100 العوائل التي عادت مؤخرا لبلداتها غرب حلب لتصطدم بواقع معيشي مزري ضاعف مأساته توقف دعم جول المنظمات العاملة في الشأن الإنساني لمادة الخبز في منطقة إدلب وريف حلب الغربي عموما، ليغدو رغيف الخبز سلعة تخضع لتقلبات الدولار في مجافاة لواقع السوريين أصحاب الدخل المحدود أو الذين من غير دخل في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة. والله غالي كتير كتير كتير، يعني الخبز مادة أساسية ويعني لله الأمر شيء مرهق ومتعب بالنسبة للمعيل، لمعيل لله الأمر أحسن شيء. أنا بالنسبة لي يعني عبتعذب كتير 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 لحتى نأمن لقمة العيش للأولاد ولا يعني ومثلي وأمثال، يعني في ناس بيركي لا شغلة ولا عاملة، ربطة الخبز اليوم ب400 بكرة ب500 ما بعرف، كله عم بلحق الدولار والدولار كل ما لو عم بشمط لفوق. لله الأمر أحسن شيء، أنا بحتاج تقريبا بمعدل وسطي يعني شيء من 35 إلى 40 ألف شهريا يعني خبز، وأنا عائلة صغيرة اسمي يعني 4-5 أشخاص بس. 50% هي نسبة ارتفاع مادة الخبز في عموم مناطق الشمال السوري خلال شهر واحد، بينما نسبة التضاعف خلال عام تجاوزت 5 أضعاف، فثمن الربطة قبل عام كان 125 ليرة، أما الآن فقد فقدت ربع وزنها وتحوم على أعتاب 600 ليرة. لازم يكون في ثبات في ربطة الخبز، ما لنا علاقة نحن بالدولار، نحن هذا قوت شعب، قوت بلد، ما لنا علاقة بالدولار، ما لنا علاقة، علاقتنا بالشعب، اليوم نحن اليوم تطلع 500 وتنزل 500، اليوم تطلع 100 وتنزل 100، ليش يا أخي؟ هي كارثة إنسانية بدأت تتوضح ملامحها القاسية وتنذر بما هو أسوأ، هكذا يقول الأهالي في الشمال السوري مطالبين بإنقاذ الرغيف من مخالب الغلاء، وإلى ذلك الوقت يبقى حال معظم السوريين كحال حسين، أملهم الوحيد ألا يأتي يوم ويتحول رغيف الخبز حلما بالنسبة لهم.